غادي نحاولوا نخدموا على الوليدات جميع الاشياء المحتمله انها تكون في الامتحان، سواء القولة او السؤال، من اجل ديال القولة، من اجل ديال السؤال، من اجل ديال الرصد الفلسفي، حسب خطوات يعني المعتمده حسب الاقامه المرجعيه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا يا ربي باش هادو الوليدات هادو ميبقاوش خايفين من الفلسفة. جون لوك يعرف جون لوك شخص ثاني كائن عاقل متأمل قادر على العودة إلى ذاته باستمرار باستمرار وين بقى جون لوك بين الشخص شو عندي شخص أصعب أنا بزاف صار شو واحد ثلاثة صعب ومش كنفكر غير وش أشفكر مستقبل راعي شفكر غير وش تعيش في المرة كيجيش بغيتي شي حاجه اكثر انني ما غنفرطش بك راه كيدوي معاك راجل ما غنفرطش فرق دابا راه دابا راه كاين وعد وعد ويا انا ويا الله ما غنفرطش فرق دابا راه دابا راه كاين وعد وعد ويا انا ويا الله الشخص الحر صادر هو الذي يختار افعاله صادر بكل اراده صادر هو
كنسكن في مراكش. كيفاش جاتكم الحصه ديال اليوم؟ زوينه بزاف. كيفاش الناس دوروك يعني؟ دوز جيده، عجبتني بزاف، واستفدنا من الاستاذ مهدي مريم الله يرحم لك الوالدي على هذه الحصه تاع الفلسفه. فالفلسفه كلها ما كنتش فاهمها، ولكن الحمد لله بفضل استاذ مهدي مريم الله فهمتها، وفرحت بزاف حيت انا فهمتها، وتجاوزت هذاك الخوف ديالي الفلسفه حيت كانت خلعاني بزاف طيحني في الوطن. يعني جيت من مدينه مراكش مدينه جديده باش حضروا؟ اه وفرحانين بزاف. شي كلمه في حق الاستاذ ديالي؟ سير هنا خطك علينا استاذ. اسمي يونس البخاري، كنقرا عند الاستاذ مهدي مليار. قبل ما يكون الاستاذ ديالي يعني كوتش، قبل كيجي قبل الاستاذ كيجي يعني كوتش عاد مدرس. قبل التدريس يعني كنعيشوا مع بعضيتنا، يعني فحال الوالد ديالنا، فحال شي يعني شي واحد كنقدروا بزاف وكنحترموه. يعني اليوم جيت من طنجة باش تخرج؟ انا اليوم جيت من طنجة، اليوم خرجت في 5 الصباح. 5 الصباح اش كنتي في جديدة؟ الوحدة كنتي في جديدة؟ الوحدة. يعني كيفاش جاتك الحصة اللي دازت اليوم؟ حصة جازت احسن حصة في هذا العام هذا، وكان حقه مع الاستاذ ديالنا يعني اهم المعجزات كما كنقولوا، وباقي عن حقه ان شاء الله كثار. كلمه حق الاستاذ يعني. احسن استاذ في المغرب كامل وفي العالم، مش غير في المغرب. سام الوردي من مدينه مراكش. سام جيتوا اليوم جديده حضرتوا الحصه ديال الاستاذ مهدي، كيفاش جاتكم الحصه؟ كيفاش جاتنا؟ زوينه كيف العاده، استاذ كيشرفنا في الممشى. يعني كيفاش دارت الدورو في الحصه؟ شرح لكم مزيان فهمتوا؟ ضروري، علاش حنا جايين عنده من مراكش الجديده، حيتاش كيشرح كيفهمنا مزيان، وكيف ديما الدروس ديالو داكشي كنستافدوا منه. كيفاش تقول الاستاذ؟ كنبغيو نقولوا ليه بلي راه كنبغيو بزاف، والتلاميذ ديالو تابعين. نجلاء قسوم، كنسكن في كازا. اليوم حنا جينا على قبل مهدي المنيار من كازا، اللي هو احسن استاذ، اللي ماشي غير استاذ، هو اخ لينا، وكنبغيو بزاف. وصراحه ما كاينش شي استاذ بحال مهدي المنيار اللي كيشرفنا اننا نكون تلاميذ ديالو، وكنبغي نشكره اللي كيعمل معنا ديما المجهود ديالو، وكنبغي نقول ليه كنبغيوك بزاف وصافي. كيفاش دازت الدروب ديال الحصه؟ دازو زوينين بزاف، ما حسيناش بالحصه اللي صراحه جينا من 11 حتى 4 وكاع ما حسينا كاع بالوقت، وما حسينا لا ما فطرنا ما والو، ما حسيناش كاع بالوقت. فهمنا مزيان بطبيعه الحال، كل ما كناش كنفهموا كاع ما غادي نجيو. صراحه من احسن الاساتذه والله احسن استاذ مع طارق. الرباط. جيتي من مدينه الرباط، مدينه جديده. كيفاش جات الحصه؟ دازت واعره بزاف، مزيانه وفهمنا كل شيء، وطبيعه الحال مع الاستاذ مهدي منيار ما غير خصنا حتى خير. باش خرجتوا من مدينه الرباط؟ خرجنا مع ديك السبعه. مع السبعه الصباح جديده؟ مع ديك 11 10 بحال هكا كنسمى. كيفاش دازت الظروف ديال الحصه؟ دازت مزيانه بزاف، وكل شيء داز مزيان، الاستاذ طبيعه الحال دار الجهد ديالو كامل، كيوصل لنا الفكره، وطبيعه الحال كنعتبروه قدوه لينا، هو احسن استاذ في المغرب، وما كاينش البديل طبيعه الحال. ان شاء الله ناجحين العام. ناجحين ان شاء الله، الشعار ديالنا هو كون ولا ما تكونش. اسمي اشراق الابياري، كنتكون في مدينه جديده. اليوم كيفاش جاتكم الحصه اللي دوز معكم؟ دازت حصه زوينه، كانت حصه شامله، خدم معنا داك الشيء من الاول، مراجعه من الاول، وعطانا منهجيه كيفاش نخدموا الفلسفه. كيفاش كيجيكم الدروس تاع المتخرجين؟ عامه السنه كامله. عشان كيدوزو سوايع في ظروف زوينين، يعني اساتذة زوينين، كلشي مزيان في السونتر، ولا حتى الا كانت شي حاجة كنمشيو للإدارة كنطلبوها منهم كيقادوها لينا. سمعني الأستاذ مهدي أنه كيعاملكم كأخ أكبر لكم وكيسمع لكم. هو فيه كلشي، أستاذ أخ أب، أي حاجة مشيتي عنده كدوي معاه، كيعطيك وقت، كيسمع لك، كيحاول أنه يحل معاك دوك المشاكل اللي عندك. كنبغي نقول ليه مسيرة موفقة، والله يسهل عليك، حقاش واخا نقولوا بزاف ديال الحوايج ما غاديش نفيو الحق ديالو. هو مالك هو الانسان هو انا الشخص هو مالك هو الذات هو الانسان هو انا الشخص هو الذات هو الانسان هو انا. الحمد لله، انا اليوم درت حصه في مدينه الجديده، وكيف ما كتشوف ان التلاميذ، يعني انا كنوجه دعوه مفتوحه لجميع التلاميذ اللي باغيين يستافدوا من الدروس ديال الدروس اللي غتكون عندهم في الامتحانات. والحمد لله راك شفتي وليدات جاهم ساكن من طنجه، كاين اللي جا من مراكش، كاين اللي جا من مدينه الجديده،
وهذا الشيء بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل يعني الأشياء اللي كنخدموها معاهم، لأننا دائما كنقولوا لا نعتبر التعليم أو التدريس مهنة بقدر ما نعتبره حلما، يعني شي حاجة اللي كنبغيوها راح كنحاولوا نبدعوا فيها ونعطيو فيها. وذاك الشيء اللي علموا لينا الوالدين وعلموا لينا الأساتذة ديالنا الله يجازيهم بخير راح كنبارطاجيو مع وليدات الناس وما غنبخلوا عليهم بوالو إن شاء الله حتى ينجحوا. باش نوضح للناس، هذيك الطلعه فوق الطاوله ماشي فيها عدم الاحترام ولا فيها تكبر، لا بالعكس، دائما اللي كيكون كيلقي العلم تيكون صاعد فوق شي حاجه، دائما اللي كيكون لا لاحظتوا غير الامام ولا الرسول صلى الله عليه وسلم فاش كيبغي يلقي الخطبه كيكون دائما اللي كيلقي العلم. علاش؟ ملي كتكون في شي حاجه الفوق كتشد الانتباه. مثلا انت في التلاميذ ملي كتكون لاحظتوا معي انني ملي كنكون طالع فوق الطاوله ولا شي حاجه الدري كيدير واحد فور كيهز راسه، يعني كينتابه معايا ماشي كيسها ولا كيبقى دائما هاز راسه، ويعني الحمد لله يعني كتخلي التلميذ يشد الانتباه ديالو ويبقى يعني الله حتى ملي كيدير هاد الحركه ديال هكا راه الدماغ ديالو اوتوماتيك ممكن كيخدم. يعني هذا هو التفسير ديالها، يعني ما فيهاش شي حاجه اللي مخله للاداب ولا انه زعما اننا غادي ما كنحترموش الناس ولا احنا فوق من الناس، لا بالعكس. لا والله ما اش نقول لك، كاينين الحمد لله مجموعه من الاساتذه، ماشي انا بوحدي اللي كاين وماشي انا اللي كنقول، غير هي كتبقى مساله داك الشيء اللي كنعرفوه ليه كنوصلوا للوليدات، ودائما حسب يعني حكا نشتغلوا حسب المقرر اللي فرضها الوزاره الوصيه، ما كنجيبوش شي حاجه من عندنا وما كنجيبوش شي حاجه اللي شي حاجه اللي كما كنقولوا خارجه على البروغرام ولا خارجه على البرنامج الدراسي. كنجي نحاولوا اننا نخدموا وفق المقررات اللي فرضها الوزاره الوصيه هي وزاره التربيه والتعليم. النصيحه اللي غنبغي نوجه للتلاميذ كاملين يعرفوا بان الامتحان راه اسئله بسيطه غتجرف في اخر السنه، راه ما غي يعني ما تعطيش الحاجه اكثر من الحجم ديالها باش ما تاديش بك الهلع ولا الخوف. هذاك الشيء اللي مبريباري وداك الشيء اللي خدمتي عليه مع الاساتذه ديالك ان شاء الله هو اللي غتلقاه، غير كيتختلف انك ما غدوش في مدرستك وما غيحظيكش نفس الاستاذ وما غتكون بوحدك في الطاوله، هادو هما كيكونوا اجواء ديال الامتحانات اللي مختلفين. اما الامتحان اسئله بحال اللي كتدوز في القسم غدوزهم سواء الامتحان الوطني سواء الجهوي، غير كيكونوا العينين بزاف كتكون يعني كل شيء كما كنقولوا حاضي انك تنجح. لذلك حاولوا انكم تجتهدوا في هذه الايام الاخيره اللي بقات وربي غادي يوفقكم باذن الله. اش نقول لك، خصك تعرف واحد القضيه بان اي انسان في الدنيا ماشي غير انا، اي واحد يعني واصل لشي حاجه ولا غادي في الطريق ديالو ناجح راه كيلقى الاعداء، يعني الاعداء من نفس كما كنقولوا من نفس الدومين. واخا انا الحمد لله ما عمر في حياتي كان عندي عدو، ما عمر غيكون عندي شي عدو ولا غير لو في ديال انك فاش كدا تصاوب لي فوكونط وكتبدا تعاير في الناس ولا سيما في مدينه الجديده كتلقى مثلا التعاليق واحد كيصاوب تعاليق سلبيه باش يدخلوا الناس يشوفوا التعاليق السلبيه باش ما يجيوش عندي ليك، غير كي الناس كيعرفوا. بالعكس اي كلمه قلتيها ولا اي تعليق قلتيه راه كي تحسب عليك الى يوم القيامه ان شاء الله. يعني الناس راه عارفين، راك شفتي قبيله الناس راه ما يجيوش غير من دايتهم راسهم، غيجيو مثلا غيجي واحد من مراكش، غيجي واحد من طنجه، غيجي واحد من الرباط. انا درت الحصه من لونسي الحصه ما عارفش الناس مين غيجيو، راك شفتي الحمد لله لو انهم ما كيستافدوش راه ما غاديش يجي. فالحاجه اللي غادي نوضح وغادي نقولها للجميع هو ان الناس راه عارفين شنو كيعنيو معاهد المهدي منيار، عارفين بان الحمد لله عارفين النسبه ديال النجاح اللي كنحققوا كل سنه، وعارفين باننا كيفاش كنخدموا مع الوليدات، والحمد لله يعني كتكون النتيجه يعني في البدايه ولا سواء في البدايه او في النهايه كتكون النتيجه ان شاء الله. من اللي كيدخل عندنا التلميذ والديه كيلاحظوا فيه واحد التطور وكيلاحظوا فيه واحد، لذلك كنقول دائما مرحبا بالجميع في معاهد المهدي منيار. وغنختم كلامي بقول دمتم في رعاية الله. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.